السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا ان احنا خلاص بيجي لنا دلوقتي في البادي اليوزر نيم والباسورد، وعرفنا ازاي بنقدر نبعته من البوست مان. طبعا هو البوست مان ده كأنه ايه، اندرويد الناحية التانية او اي او اس او انجولار او اي حاجة بي اتش بي، ما علينا. المهم ان هو بعت لك في البادي بتاعه اليوزر نيم والباسورد. انت بتبدأ تاخد من البادي اليوزر نيم والباسورد، وكده كده مش مهم انك يعني ماشي، انا حطيتها في السكيما انها المفروض ترو، والمفروض ان هو يبقى موجود، ما يبقاش نال او ما يبقاش فاضي. فهو انت كده كده ما تقلقش قوي من الفاليديشن دي، لان الفاليديشن دي جايه لك من الناحيه الثانيه. يعني هو المفروض قبل ما يبعت وقبل ما بيكريت اليوزر وبيعمل كل حاجه ويبدا يبعت لك بي اتش تي تي ريكويست، المفروض ان هو بيبدا يهندل كل الفاليديشن دي ويبدا يتعامل مع اليوزر لغايه لما بيتاكد ان كل الداتا اللي هو دخلها صح. بس هو ما يقدرش يعرف ايه، ما يقدرش يعرف اليوزر ده اتكرر ما اتكررش الكلام ده كله. فبيبدا ان هو يعمل لك ايه، هيبعته لك. انت بقى تبدا تشيك من ناحيه ايه، الفاليديشن بتاعه السيرفر الاول، وبعد كده لو انت تقدر تقاده هتقاده. طيب انا مبدئيا الباسورد ما ينفعش ان هو يتسجل بالمنظر اللي احنا عاملينه. يعني احنا كنا باعتين اليوزر نيم احمد مثلا والباسورد امام، تمام. فهو ما ينفعش مثلا ان انا اسجل الباسورد في الداتابيز بامام. طب ليه؟ افرض حصل هاكينج مثلا على الداتابيز. طب لما يحصل هاكينج على الداتابيز انا هاخد اليوزر نيم واخد الباسورد، اقدر ان انا ايه، اقدر ان انا ادخل على اليوزر نيم والباسورد ده واعمل اللي انا عايزه. طب احنا عشان نامن نفسنا اكتر احنا بنعمل ايه، بنعمل حاجه اسمها هاشنج للباسورد. يعني ايه هاشنج للباسورد؟ الباسورد ده مثلا بيكون وليكن مثلا 4 كاركتر مثلا، هو امام 4 كاركتر. انا باخد اول كاركتر ده وبفكه ل 10 كاركتر، تمام، او 8 كاركتر او 6 كاركتر زي ما انت عايز، وهتشوف دلوقتي، تمام. طيب الكاركتر اللي انت بتفكه ده لما بتيجي تفكه بيتفك بشكل غريب شويه. يعني بيتفك مثلا ايه، بحرف كابيتال، مثلا في مثلا علامه الدولار، علامه النجمه، علامه الات، علامه التعجب، النسبه المئويه البرسنتج. يعني هتلاقي الشكل اصلا غريب، محدش عمره يتوقع انه يجيبه، وبعدين بيبقى كبير. يعني مثلا تخيل الكاركتر باربعه، يعني اسف الكاركتر بقى 10، يعني الكاركتر الواحد هيتفك في 10 ديجيت. فانت عندك الكاركتر الواحد ال10 ده، يعني انت لو الكلمه كلها مثلا على أربعة، يبقى انت بقى عندك 40 كاركتر. مين اللي هيقدر يجيب مثلا باسورد ب 40 كاركتر؟ وحاجه ثانيه ان الهاش ده ما بتقدرش ترجعه لاصله، يعني عمرك ما هتقدر ترجعه لاصله ثاني. طب انا عشان مثلا اعمل كومبير اعمل ايه؟ انا اللي بيجي لي الباسورد مثلا هو بيعمل ساين ان، ببدا اخده اروح اعمل له عمليه هاش وكومبير الهاش ده بالهاش الثاني، لان هو مثلا بيبقى ناشئ، يعني عمره ما بيعمل ايه، ما بيعملهاش بطريقه راندوم، هو بيعملها باسلوب معين وهو بيعمل عمليه الهاش، تمام. فلازم طالما نفس الباسورد يبقى نفس الهاش هيطلع هو هو. طالما الهاش هو هو يبقى انا متاكد ان اليوزر ده دخل الباسورد صح، يبقى خلاص ايه، هبدا ان انا اعمل له الايه، الساين ان. يبقى هو كده كده لازم يبقى عارف الساين، يبقى عارف الباسورد بتاعه. حتى لو هو قدر، في هاكر قدر يقتحم السيرفر بتاعي وياخد مثلا الداتابيز بتاعتي ويبدا ياخد اليوزر والباسورد كله، لان الباسورد اللي هياخده هيبقى الهاش ومش هيقدر يعمل بيه حاجه وملوش اي لازمه بالنسبه له. طيب ايه هو اللي بيعمل لنا الهاشنج والكلام ده كله؟ اللي هو البيكريبت. طب عايزين ننزل البيكريبت، هنبدا نعمل ايه؟ نبدا نعمل npm install -- save اللي هو البيكريبت. طيب هيبدا ينزل لنا البيكريبت يا شباب. طب انا على ما يبدا ينزل البيكريبت، انا عايزك برضو لو انت حابب تقرا فيه او الكلام ده كله، انا لو عايز مثلا يعني اي مديول مثلا انا بقوله او اي حاجه انت عايز مثلا تسيرش عليه، هتبدا تخش على طول على الجيت هاب، هتبدا تكتب اسمه اهو بيكريبت، تمام يا شباب، دوت جي اس جيت هاب. كويس، هو عندي اول واحد اهو، هو جالي في السيرش. طيب هنبدا نخش عليه اول واحد، تمام. شوف هيفتح لنا ايه دلوقتي، هيبدا يقول لك ازاي تستخدمه وازاي انك ايه تستخدم البيكريبت. طيب خلينا نبدا ننزل تحت كده يا شباب. هيبدا طبعا يكلمك على الفيرجن بتاعته والكلام ده كله. هنا بيقول لك السكيورتي ايشيو والكونسيرنز، الكلام يعني كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، وليه الباسورد بيتهيش والكلام ده كله. طبعا هنا بيقول لك انا بهيشه بحاجه اسمها يو تي اف 8، يعني مش عايزين نخش في التفاصيل دي قوي. هو المهم ان هو بيتهيش وبيطلع بشكل غريب وخلاص. انت ما عايز تخش بقى في التفاصيل قوي وتبقى انكلودد قوي بالحاجه دي، يعني وانا شايف انها مش هتفيدك قوي. يعني ماشي، انت عندك اهو الدوكيومنتيشن اقرا فيها براحتك، تمام. انا اللي يهمني هنا اتنين فانكشن، تمام. وخلي بالك انا ببقى شغال بالاسنكرونايز عشان احنا بنبقى شغالين كول باك فانكشن، محدش يروح يستخدم الفانكشن الثانيه. انا بشتغل بالاسنكرونايز عشان بشتغل كول باك فانكشن، تمام. دي فيها ايه كول باك فانكشن، ودي فيها ايه كول باك فانكشن، يبقى انا هشتغل بالاثنين دول. طب انت عندك طريقتين. الطريقه الاولانيه هو بيقول لك ان هو عندك اثنين تكنيك. الطريقه الاولانيه جنريت الاول السلاك اند الهاش اون سبريس فانكشن كولز.
يعني او تعملهم في اتنين كول باك فانكشن، يا اما ان انت على طول ايه اوريجينالي تخليك في الاوريجينالي سلات، لان انت ما تخشش في قصص السلات دي، ولو انت عايز تشوفها يعني انزل تحت في الدوكيومنتيشن هيبدا يشرح لك كل الكلام ده. طيب انا عايز اعمل عمليه ايه الهاش، هو بيقول لك هنا بتعمل بكريبت دوت هاش، بتحط الباسورد بتاعك السلات راوند، انت عايز تفك كل كاركتر في قد ايه، عايز مثلا افك في 10 كاركتر، في 5، في 2، في 1، في الكلام ده كله. الفانكشن بعد كده كول باك فانكشن ايرور وهاش، ايرور لو حصل ايرور يبدا يطلع لك الايرور، والهاش اللي هو النتيجه الاخيريه يعني الاخيره اللي هيبدا يطلع لك بيها ايه الباسورد. طيب خلينا نبدا نعمل الكلام ده ونبدا نيجي فين يا شباب، نيجي ايه في اليوزر اهو، ونبدا نيجي فوق اهو، ونبدا نقول له مثلا عايزين نبدا نجيب الموديول بتاعنا، نقول له كونست تمام، وهنقول له بيكريبت. بيكريبت هي ايكوال مين، هي ايكوال ريكوايرد، ريكواير اللي هو البيكريبت، البيكريبت، البيكريبت اول واحد. طيب تمام جبنا البيكريبت، وبعدين هنبدا نخش فين جوه الفانكشن اللي هي بتاعت الساين اب تمام. سيبك من كل الكلام ده دلوقتي، هنبدا نتكلم فيه شويه تمام. خلينا بس الاول، اول حاجه هنبدا نعمل ايه، هناخد الباسورد ده قبل طبعا ما نبدا نعمل يوزر، وقبل ما نسيف، وقبل ما نعمل اي حاجه، انا هاخد الباسورد اعمل له ايه هاشنج، وبعد ما اعمل له هاش هبدا ان انا ايه اروح ايه بادئ اعمل اليوزر بتاعي، وبعد كده سيف، مفيش اسهل من كده. طيب عشان ابدا اعمل الكلام ده، اول حاجه قلنا نعمل ايه بيكريبت اهي، نبدا نجيب البيكريبت بتاعنا تمام، دوت مين، دوت الهاش. طيب انت عايز تهيش مين، انا عايز اهيش الباسورد بتاعي اللي هو جاي لك فين، جاي لي في البادي، يبقى جاي في الريكويست دوت البادي تمام، دوت اللي هو كان الكي بتاعه باسورد. طيب عايز تفك كل كاركتر في قد ايه، في 10 تمام، يبقى انا هفك كل كاركتر ل 10 ايه، ل 10 ديجيت او 10 كاركتر باللي هو بيفك بيهم. بعد كده كل باك فانكشن اللي هي الايرور والهاش تمام. لو انت عايز تعرف اكتر عن البيكريبت والكلام ده كله، عندك الدوكيومنتيشن، اقرا فيها براحتك وعيش حياتك يعني، وربنا يوفقك باذن الله. الموضوع سهل، ان هم حتى بيشرحينه سهل، ويقول لك ازاي احنا بنعمله ليه والكلام ده كله. يعني انا قلت لك بس الفكره وكل حاجه وليه اصلا احنا بنعمله، لو انت عايز تتعمق فيه يعني بحاجه ترجع لك انت. طيب طيب اول حاجه لو حصل ايرور يا شباب، لو حصل ايرور اف ايرور، على طول هبدا اطلع من الفانكشن اقول له ايه، اقول له ريسبونس تمام دوت ستيتس، اسف ستيتس تمام، وهبدا اقول له 404 او 500 اللي يعجبك خليها 404، يعني 404 بس 500 خليها، لا 500 خليها للسيرفر لما يبقى داون او فيه مشكله، لكن 404 خليها ان فيها ايرور، يعني هو عارف الناحيه الثانيه ان هتيجي ايرور عليها تمام. طيب وطبعا انت بتتفق، يعني خلي بالك برضو وانت بتعمل مشروع ان شاء الله ربنا يوفقك، انت بتتفق انت والفرند انت الناحيه الثانيه الرساله جايه لك ايه، وجايه لك بكود كام، 404 دي كذا، 200 كذا، بس هي طبعا ستاندر، يعني الارقام دي ستاندر، بس انت مبدئيا ممكن تختلف انت واللي قدامك، فانت لو عايز تغير غير، بس انتوا الاثنين تبقوا متفقين على حاجه من الاول قبل ما تعملوا اي حاجه تمام. طيب وهنبدا نقول له المسج مثلا، المسج وهتبقى هي ايه الايرور بتاعنا تمام. طبعا كل الكلام ده انتوا متفقين عليه عشان تبقى انت هتروح تجيبه الناحيه الثانيه بالاسلوب ده. طيب لو ما حصلش ايرور، يعني خلاص ادي ايه، لو ما حصلش ايرور ايلس، المفروض اعمل ايه، المفروض ابدا اعمل اليوزر، ما خلاص هو الباسورد بقى هو الهاش تمام، المفروض ان انا ابدا اعمل اليوزر، يعني اجي اقول له كونست يوزر بيكوال نيو يوزر كذا 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 كذا. طب تمام هات بقى الكلام ده كله اهو بتاع اليوزر اهو، مش هو ده بتاع اليوزر اهو، الكلام ده بتاع اليوزر اهو، انا اخده كده كوبي او كنترول اكس ونبدا نحطه هنا فين يا شباب، نبدا نحطه جوه الالس. طيب احنا كده عملنا اليوزر، طبعا هنا الريكوست مش هيبقى الريكوست، هيبقى هو الايه الهاش بتاعنا اللي احنا جبناه تمام، وحطيناه جوه الكول باك فانكشن. طيب احنا كده المفروض خلصنا صح. طيب انت دلوقتي لو رنيت الاب على الوضع ده هيبدا يطلع لك ايرور. طب هيبدا يطلع لي الايرور ليه؟ بص يا شباب انا البي كريبت اللي انا شغال بيها هنا ايه، انا شغال بيها هنا كول باك فانكشن. معنى ايه كول باك فانكشن؟ هتلاقيني يعني شارح لك الموضوع او متكلم عليه في اول فيديو خالص اتكلمنا فيه عن النود جي اس. كول باك فانكشن دي هتبدا تروح للايه، في الميموري، يبدا يعمل لها اكسكيوت، بس هو بيعمل لها اكسكيوت، هو ما خلاص هو بيسيبها كده على جنب وبيبدا يروح يكمل ايه شغل في الـ في الـ في البرنامج عادي، يعني بيبدا يكمل شغل في البرنامج عادي. طيب هو هنا هيبدا يعمل ايه، هنا هيبدا ياخد الـ هيبدا ياخد الباسورد وهيبدا يروح يهيشه والكلام ده كله، بس اول ما هيجي يهيشه هيلاقي نفسه دخل هنا في كول باك فانكشن، فاول ما يخش في كول باك فانكشن على طول هيبدا يكمل شغل تحت خالص ويروح يعمل اكسكيوت ايه في الميموري بره، ملوش دعوه خلاص، يعني الاب مش هيقف، يعني الـ البروجرام مش هيقف عند السطر ده،
طيب لو نزلنا بقى تحت هنبدأ ان انا بقول له يوزر دوت سيف، هو اصلا هنا كان لسه ما كريتش اليوزر اصلا، يعني هو هنا هيكون لسه ما خلصش اليوزر يعني في عمليه الاكسكيوت الناحيه الثانيه، وهيبدا يلاقي يوزر دوت سيف وهيبدا بقى يشوف الريزلت والكلام ده كله، طب بديهيا هيبدا يطلع لك ايرور. طب خلينا نبدا نسيف وهبدا اوريك الايرور ده هيطلع ازاي. تمام، خلينا نبدا نيجي هنا. المره اللي فاتت كنا بنبعت خلينا بس الاول نبعت يوزر عدل، نقول له هنا الباسورد، الباسورد تمام. طبعا ما تنساش الايه الدبل كوتيشن عشان ما طلعناش غلط. تمام، هوريها لك دلوقتي. ومثلا الباس ايمان زي ما هي. تمام، وخلينا نبدا سنت. طيب بمجرد ما هبعت سنت هو طبعا هيطلع لي على الريموت وهيطلع لي ايرور، وبدا يطلع ايرور. طيب ايه الايرور؟ ان السيرفر اصلا مش شغال نضمن. يعني هو الايرور ان السيرفر اصلا مش شغال. خلينا بس نشغل السيرفر. تمام، احنا مسيبين وعاملين كل حاجه. طيب خلينا نبدا نرجع تاني. لا مش هنا بقى، خلاص نبدا نرجع تاني ونقول له ايه سنت. طيب هيبدا برضو يرجع لي ايرور يوزر از نوت ديفايند. ايه بقى يوزر از نوت ديفايند دي؟ انا مش انا بعت اليوزر فعليا بعده في البادي، بس هو بدا يقول لك يوزر از نوت ديفايند. خلي بالك هو بعت 500 من نفسه، لان اللي بيعمل كده الاكسبريس، والايرور دي اللي هي ايرور دوت مسج بتاعت الاكسبريس اللي بره اللي هي في الاب. تمام، طيب هو بدا يقول لك يوزر نوت فاوند ليه؟ لان هو هنا يا شباب زي ما قلت لك ايه اللي حصل، هو بدا يخش هنا حلو جوه البوست اهو، بدا يروح يعمل ايه؟ يروح يعمل عمليه هاشنج. تمام، خد مني الباسورد عادي وهيبدا يهيشه على 10 زي ما قلنا، وبعد كده الايرور والهاش، ويبدا يخش يعمل عمليه الهاش. وهو بيخش يعمل عمليه الهاش هو لقى الايرور والهاش دي ايه؟ لقاها كول باك فانكشن. تمام، لقاها كول باك فانكشن. طيب لما هو لقاها كول باك فانكشن مش هيبدا يرنها على طول هنا، هيبدا ياخد الكلام ده كله الكول باك فانكشن دي يروح يحطها في الاكسكيوشن ويبدا يعمل لها اكسكيوت لوحدها. بديهيا طالما شال كل الكلام ده، يعني هو كل الكلام ده كده خلاص هو شافه كول باك فانكشن، هيبدا يروح يعمل له اكسكيوت بره، ملوش دعوه، مش البرنامج ما بيقفش. تمام، وطبعا ما بيقفش ليه والكلام ده كله؟ عشان لو انت مثلا جاي لك اكتر من ريكوست يبدا يهندل لده ويهندل لده ويهندل لده. يعني حاول تشوف اول فيديو حتى لو انت مش مهتم قوي بالحاجات بتاعه النود جي اس اللي انا شرحتها الناحيه الثانيه، انك تعمل مشروع كامل بيه او الكلام ده كله، على الاقل بس افهم فكره النود جي اس والكول باك فانكشن احنا بنستخدمها ليه على طول. طيب هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا بعد ما هو خد الفانكشن دي هيعمل لها اكسكيوت، هيبدا يخش على اليوزر دوت سيف. هيلاقي اليوزر اصلا مش ديفايند، لان اليوزر اتعرف فين؟ اليوزر اللي اتعرفته جوه الكول باك فانكشن اللي هي لسه اصلا بتعمل لها اكسكيوت الناحيه الثانيه. تمام، طيب احنا عشان نحل المشكله دي هنبدا ناخد كل الكلام ده ونبدا نحطه جوه عمليه الهاش، صح كده؟ طيب خلينا نبدا ناخد اليوزر ده اهو من اول اليوزر ده كده اهو، يوزر دوت سيف والكلام ده كله، وخلينا الكاتش والكلام ده كله كنترول اكس، ونبدا نحطه فين يا شباب؟ انا بس نمسح الكام سطر اللي بقى مش لازمه دول. تمام، وخلينا نطلع هنا. تمام، وبعد ما عرفنا اليوزر اهو، بعد ما هنعرف اليوزر نبدا نعمل عمليه السيف، وخلينا نبدا نسيف ونشوف اللي هيحصل. تمام، وخلينا نيجي عند البوست مان بالمره، يعني عشان برضه اوريك الباسورد هيبقى شكله عامل ازاي بعد عمليه الهاشنج. خلينا نبدا نقول له مثلا كونسول، كونسول دوت لوج اللي هو ايه الهاش، او خليها الهاش على طول، يعني خلينا نشوف الهاش، الهاش. تمام، وخلينا نبدا نسيب، او خلينا نشوف اليوزر كله على بعض، خلينا نشوف اليوزر كله على بعض اليوزر. تمام، ونبدا نسيب. طيب خلينا نبدا نيجي بقى نبعت سنت كده ونشوف اللي هيحصل. خلينا نبدا نعمل سنت. تمام، هيبدا يقول لك يوزر از كرييت يوزر يوزر اوريدي ايه كرييتد. طيب طالما اليوزر اتكريت خلينا نبدا نشوف ايه، هو خلاص كده كريته. طيب خلينا نبدا نشوف الايه الباسورد. بص الباسورد بقى شكله عامل ازاي، الباسورد اللي احنا بعتينه هو ده، احنا بعتين ايه بعدين. انت طبعا لو عديت الكلام ده هتلاقي 40 كاركتر، هل انت متخيل حد ممكن يجيب الباسورد ده اصلا؟ حتى لو هو لقاه في الداتابيس بالمنظر ده وجاي يبعته هيتعمل له هاش تاني، فلما يجي يعمل كومبير يعني هيبقى هاشد فيجي يعمل كومبير ما بين الهاش الاصلي هيبقى ايرور، فكده كده اصلا انت سيفت تماما الباسورد. طيب يبقى احنا ناقص لنا ايه تاني في الساين ان؟ ناقص لي ان انا المفروض اعمل ايه؟ اعرف اليوزر ده كان متسجل قبل كده ولا مش متسجل قبل كده. بمعنى انا دلوقتي لو جيت بعت ريكوست تاني، نفس الريكوست تاني، يعني انا نسيت مثلا ان انا كنت عامل ساين اب في الويب سايت ده مثلا ولا اي حاجه، وجيت رحت بعت ريكوست تاني. تمام، خلينا نبعت ريكوست تاني كده، هيبدا يقول لك ايه؟ هيبدا يقول لك يوزر اوريدي كرييتد برضه، يعني هو كرييته ما عندوش اي مشاكل، وطبعا هتلاقي نفس اليوزر هو هو ونفس الهاشنج، طبعا هو الهاش هو هو وكل حاجه زي ما هي. طب معنى كده اننا يعني لو اليوزر نسي او الكلام ده كله هيبدا يعمل له عمليه برضه، كل شويه هيبدا يحط على الداتابيز، والداتابيز دي هتبقى ايه؟
خلاص يعني كده، ده يعني اليوزر مثلا كل شويه ينسى ويخش يعمل لي سان اب، او يوزر تاني بنفس اليوزر نيم وعمل بباسورد تاني، فانت هتلاقي العمليه ايه مش مش ظريفه. فاحنا عايزين ان احنا ما نخليش يعني نخلي اليوزر نيم ده يونيك، يعني اليوزر نيم ده ما يتكررش. تمام. طب انا عشان ما اخلوش يتكرر اعمل ايه؟ اول حاجه المفروض ان انا هبدا اسيرش على اليوزر نيم جوه الداتابيز، يعني اول حاجه هاخد اليوزر نيم وابدا اسيرش عليه جوه الداتابيز، ولو هو موجود ابدا ارجع ايه ريسبونس اقول له لا والله اليوزر ده ايه فعلا موجود، لو هو مش موجود خلاص هبدا ان انا اكمل شغل عادي وما عنديش اي مشكله. طب عشان نبدا نعمل الكلام ده خلينا بقى نيجي هنا ونبدا نستخدم اللي هو الفايند. اول ما هنبدا نيجي نعمل خلاص يعني هنبدا نعملها في الاول، كل الكلام ده هيجي جوه الكول باك فانكشن دلوقتي. تمام. انت هتلاقي العمليه يعني بقت داخله في بعض، بس اهم حاجه انت تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام. معلش يا شباب بس جالي تليفون فوقفت يعني قفلت البرنامج وهنكمل تاني مع بعض. طيب احنا قلنا ان احنا عايزين ندور على اليوزر ده موجود ولا مش موجود. هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا اقول له يوزر تمام دوت فايند دوت فايند، وهبدا الفايند هنا بديها اوبشن. طبعا الكلام ده انا شارحينه ايه قلنا في المونجو دي بي، حاول ترجع للفيديوهات القديمه لو انت ناسي. هبدا اقول له اليوزر نيم اللي انا بسيرش عليه، طبعا هسيرش على اليوزر نيم، عايز اخلي اليوزر نيم هو اتكرر ولا ما اتكررش. هبدا اسيرش على اليوزر نيم موجود ولا مش موجود، لو موجود هبدا ان انا اقول له لا ايه ما تسجلش، لو مش موجود هبدا اقول له ايه خلاص ايه ابدا سجل ومفيش اي مشكله. طيب اليوزر نيم هبدا اخد اليوزر نيم اللي هو الريكوست دوت البادي تمام اللي هو جاي لي في البادي، هبدا ادور بيه، لو لقيت نتيجه يبقى كده اليوزر نيم ده موجود، ما لقيتش نتيجه يبقى اليوزر نيم ده مش موجود. طيب ادي اليوزر نيم تمام ودوت زن طبعا بتاعتنا دوت زن عشان نبدا نخش جواها، وبعد كده دوت الكاتش عشان لو حصل اي ايرور. طيب وادي الكاتش كمان اهي، ادي الكاتش اهي، ونبدا نشتغل على الزن. طيب الزن دي المفروض هترجع ايه؟ هترجع ريزلت ايا ما كان ايه الريزلت اللي هنشوفها، هنشوفها دلوقتي. طيب هتبدا ترجع لنا الريزلت تمام، خليها كول باك فانكشن والكاتش خليها زي ما هي. طيب انا بس كل اللي عايز اعمله عايز اعمل كونسول كونسول دوت لوج وابدا اشوف الريزلت اللي هترجع. طيب خلينا نبدا نشوف الريزلت اللي هترجع كده، وخلينا نبدا نسيف بس مش عايز اعمل حاجه تاني يعني، وسيبك من الكول باك فانكشن، ويعني انا بس عايز اشوف دي لوحدها كده بره، وبعد كده هنبدا نتكلم ازاي نظبط الكول باك فانكشن بتاعتنا. طيب خلينا نبدا نبعت كده سنت، هيبدا يقول لك يوزر اوريدي كرييتد تمام. بص هيبدا طبعا يرجع لك ايه، بدا يرجع لك هو طبعا كان في كونسول تحت، بس نرجع نفتح كده خلينا نكبر كده شويه. بص يا شباب بدا يرجع لك كل اليوزرز اللي هم متسجلين، طبعا احمد وامام وطبعا بص لو انت فاكر من المره اللي فاتت الباسورد قبل ما نعمل له هاش اهو موجود والكلام ده كله، معنى كده هو هيرجع عموما الري اوف اوبجكت، هيرجع الري اوف اوبجكت. طب خلينا نبدا ان انا عايز اعرف، طب هل الاري انا مش ماليش دعوه بالاوبجكت هي رجعت ولا لا، هو هيرجع الري اوف اوبجكت وممكن يرجع الري فاضي. امتى هيرجع الري فاضي؟ هيرجع الري فاضي لو كان اليوزر ده مش موجود. يعني خلينا مثلا نبص على اللينس كده بتاعه تمام، وخلينا نبدا نسيف، وخلينا نبدا نبعت كده اي مثلا سنت كمان. طبعا اليوزر ده عمالين احنا بيأد فيه، انا همسح كل ده من دلوقتي مش مشكله انا همسحه بعدين. طيب خلينا نبدا ننزل تحت خالص كده نشوف اخر نتيجه رجعت لنا يا شباب. بدا يقول لك كام؟ بدا يقول لك 23، يعني بدا يرجع يعني اليوزر ده متسجل موجود عندي 23 مره باليوزر نيم ده، يعني هو اليوزر نيم ده متكرر 23 مره لان هو لقاه 23 مره، فهو رجع لك اري اوف اوبجكت اوف اوبجكت 23 اوبجكت اليوزر اللي احنا سجلناه 23 مره. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ابص اول حاجه على اللينس، لو اللينس ده اكبر من او بيساوي الواحد، لو هو اكبر من او بيساوي الواحد معنى ايه ان هو اكبر من او بيساوي الواحد؟ لو هو اكبر من اهو او بيساوي الواحد. طيب معنى ايه ان هو اكبر من او بيساوي الواحد؟ معنى كده ان اليوزر ده فعليا موجود يبقى انا مش هسجله. طب لو هو مش اكبر من او بيساوي الواحد يبقى اليوزر ده مش موجود يبقى انا مش هسجله. طب خلينا نعكسها احسن عشان اخش جوه الزن اشتغل بيها افضل تمام. يعني لو هو اقل، لو هو اقل خلينا نقول لو هو اقل من الواحد، لو هو اقل من الواحد ما هو اقل من الواحد يبقى صفر يبقى خلاص تمام. طب لو هو اقل من الواحد ابدا اعمل ايه؟ ابدا ان انا اسجل اليوزر. طب بمجرد ان انا المفروض ابدا اسجل اليوزر ابدا اعمل ايه؟ اخد كل الكلام ده عشان هبدا اكريت اليوزر واعمل الكلام ده كله والكلام ده كله. طب خلينا نبدا ناخد كل الكلام ده اهو، كل الكلام بتاعنا اللي احنا عملناه بالبي كريبت وكل حاجه اهو، خلينا نيجي هنا اهو كنترول اكس، شلنا كل الفانكشن بتاعتنا تمام، وهنبدا نحطها فين؟ هبدا اجي هنا اقول له اف
لو الريزلت، ركز بقى في الحته دي، لو الريزلت تمام دوت اللينس اقل منين؟ من الواحد. هنعمل ايه؟ هنبدا نسجل صح اهو. لو الريزلت دوت اللينس اقل من واحد هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل القوس بتاعي اهو، واروح داخل واقول له ايه، ابدا اعمل لي كل الكلام ده تمام، ابدا بقى كرييت لي يوزر واعمل بيه كريبت وكل القصه دي تمام. طيب لو اليوزر لو يعني مش اقل من واحد else، يعني لو حصل عمليه ايه يعني في ايرور هيحصل else يعني لقى نتيجه تمام. طب لو لقى نتيجه هبدا اعمل ايه؟ احنا اسف انا كتبت else في مكان غلط، لا 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 بس المفروض الالس هنا الس. طيب لو اليوزر طبعا دي بقى بعد الاف، انا المفروض كنت كتبت الاثنين ورا بعض عشان بس يعني خلينا بس اعمل لكم حاجه بص خليني بس ارجع لها لكم تاني، معلش انا اسف عشان بس ما تلوثوش انتوا كمان عشان انا عارف انا عملت ايه. بص اهو انا جيت هنا قلت له ايه، لو اليوزر اقل من الواحد الس اهي الس تمام، هتبدا تعمل لي ايه؟ هو هنا خلاص الالس دي هو كده موجود، الالس دي هو كده موجود، هبدا اروح قايل له ريسبونس ريسبونس دوت ستيتس تمام، وهبدا اقول له ايه، هبدا اقول له 404 لانه حصل ايرور، وهبدا اقول له دوت جيسون، وهبدا اقول له ان اليوزر ده فعليا موجود. المسج بتاعتي هو هنا ما حصلش ايرور، هو كل اللي حصل ايرور من عندنا من الفاليديشن بتاعتي. هبدا اقول له والله لا سجل كوتيشن، والله اليوزر ده موجود، اقول له this user already this user اقول له مثلا this user this user already، خلاص هو فعلا متكريت already already created، اليوزر ده فعليا متكريت. طيب لو عكس الكلام ده كله يعني هو خلاص اقل من الواحد، معنى كده ان هو بصفر، معنى كده ان اليوزر ده مش متكريت تمام، وهبدا اقول له كنترول في، خلاص هبدا ان انا ايه، هبدا ان انا كريت اليوزر. طب اخر حاجه الكاتش دي بتاعت مين؟ الكاتش دي بتاعت الفايند الاولانيه، بتاعت الفايند الاولانيه اللي هي يوزر دوت فايند. لو حصل مشكله هبدا اقول له والله خد الايرور، عشان بس نخلص الكود كله على بعض، والله خد الايرور اهو تمام، وابدا اقول له ريسبونس دوت ستيتس، وهبدا اقول له 404 ودوت الجيسون الجيسون، وهبدا امرر له الايرور زي ما هو كله على بعض، هبدا اقول له المسج هتبقى هي يا شباب، هتبقى هي الايرور بس كده تمام. وخلينا نبدا نسيف ونبدا نبعت، نبدا نبعت ايه ريكويست، نبدا نسيف. وهنا ما سيفش ليه؟ تمام اهو بدأ يسيف تمام. طيب يعني نبدأ نبعت ريكوست كده، بدأ يقول لك ايه، بدأ يقول لك this user already created، معنى كده ان هو ما كريتوش اصلا، معنى كده ان هو ما كريتوش تمام. طيب خلينا نبدأ نشوف، بدأ يقول لك ايه بوست يوزر، بدأ يبعت كام؟ بدأ يبعت 404، بدأ 404 ليه؟ لان هو بدأ يخش هنا تمام، بدأ يخش هنا شباب اهو، بدأ يخش هنا يعني بدأ يلاقي ان هو اسف مش بدأ يلاقي ان هو قال لي، هو بدأ يخش في الالس بتاعته. لما بدأ يخش في الالس بتاعته اهو، بدا يخش فين؟ بدا يخش في الالس هنا اهو، ريسبونس ستيتس هيبدا يقول لك 404 ولا بتاع بيجري ليه اهو، مش عارف هو بيجري ليه اهو، بدا اهو بدا يبعت السطر ده ريسبونس ستيتس 404 الجيسون، هيبدا يقول لك ذيس يوزر اوريدي كريتد، هو فعلا متكريت قبل كده مش هقدر اكريت تاني. طب خلينا نجرب ان احنا نبعت مثلا يوزر جديد، نبعت بقى ده اليوزر اللي احنا هنشتغل عليه، سيبك بقى من اللي احنا كنا بنعمله، احنا كنا بنجرب بس. خلينا نبدا نبعت في البادي مثلا اليوزر نيم، خلينا اللي هو مثلا هيبقى تيستد يوزر تمام زيرو، عشان ايه يبقى تيستد يوزر 1 2 3، والباسورد خليه دايما ثابت 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 تمام. وخلينا نبدا نبعت ريكويست، طبعا اليوزر ده مش موجود، هنشوف هو هيرد علينا يقول لنا ايه، هيبدا يقول لك يوزر اوريدي كريتد، خلاص اليوزر ده اتبعت. طب لو جربنا نبعته تاني هيبدا يقول لك ذيس يوزر اوريدي كريتد، اليوزر ده فعليا متكريت. اهم حاجه انا عايزك تركز فيها في الموضوع ده كله، ركز في موضوع الكول باك فانكشن، انت بتحط الفانكشن دي في الفانكشن دي في الفانكشن دي. انا عارف ان الموضوع رخم شويه تمام، هو على فكره هو ده اهم حاجه في الريسيت اي بي اي، يعني دي اهم حاجه في الريسيت اي بي اي، لان الكول باك فانكشن يعني لو انت لا يعني الفيديو اللي انا كنت شارحه في الاول خالص من نوت جي اس قلت لك، قلت لك لو انا جاي لي مثلا 20 ريكويست او 100 ريكويست، انا مش هفضل مثلا
اخد الريكوست الاولاني اخلصه، بعد كده ابدا اهندل الريكوست الثاني، بعد كده ابدا اهندل الريكوست الثالث. لا، النود جي اس ما بيعملش كده. ما كل باك فانكشن كل بيعمل ايه؟ بيبدا ياخد الميت ريكوست كلهم فعليا ويبدا يهندلهم في نفس التايم، يعني اد يعني في نفس التايم، واول ما بيخلص ريكوست بيبدا ايه؟ يبعت الريسبونس بتاعه. طيب ليه كل الكلام ده؟ لان كل باك فانكشن بتروح بتتعمل في الاكسكيوت، ما بتتعملش يعني الاب ما بيمشيش سطر سطر، بياخد الكول باك فانكشن على بعضها كده يروح يعملها بره في الاكسكيوت، والاب ماشي عادي شغله ما فيش اي مشكله. لما بيطلع نتيجه بيرجع لي بالنتيجه، النتيجه اه فيها ريسبونس ولا فيها حاجه، بيبدا يطلع ايه؟ ريسبونس. تمام، هي دي يعني. حاول برضو ترجع لاول فيديو خالص انا شرحت فيه النود جي اس، تبدا ايه تفهم يعني تفهم الموضوع احنا ماشيين بيه كده ازاي. طيب اهم حاجه ما تنسوش نصلح دعواتكم، واشوفكم باذن المره الجايه على خير. شكرا، سلام عليكم.